النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. مساء الخير لجميع المتابعين. نهار اليوم استمرت الأجواء صيفية معتدلة في عموم مناطق المملكة، لكن اعتبارا من يوم غد السبت تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع تدريجيا وببطء بفعل تراجع تأثيرات الكتلة الهوائية معتدلة الحرارة. نتستعرض الآن وإياكم خرائط توزيع درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام القليلة القادمة اعتبارا من يوم الجمعة. يوم الجمعة تستمر تأثيرات هذه الكتلة الهوائية المعتدلة في عموم شرق البحر الأبيض المتوسط وأيضا عموم منطقة بلاد الشام ومنها المملكة، لكن اعتبارا من يوم السبت تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع قليلا، وبالرغم من هذا الارتفاع تبقى درجات الحرارة أقل من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام. يكون الطقس الصيفي اعتيادي بشكل عام في عموم مناطق المملكة، لكن يكون حار إلى حار نسبيا في المناطق المنخفضة، تحديدا منطقة الأغوار، البحر الميت وأيضا العقبة وعموم المناطق الصحراوية الشرقية وأيضا البادية الجنوبية. يوم الأحد درجات الحرارة تسجل المزيد من الارتفاع لتصبح حول معدلاتها مثل هذا الوقت من العام. طقس حار نسبيا خلال ساعات النهار، لكن تنخفض درجات الحرارة ليلا، يعود ويصبح الطقس مائل للبرودة ولا تغيير على الحالة الجوية متوقعة يوم الاثنين، حيث تستمر درجات الحرارة حول معدلاتين مثل هذا الوقت من العام. طقس حار نسبيا خلال ساعات النهار، مائل للبرودة خلال ساعات الليل. نذهب الآن للتوقعات الجوية للعاصمة عمان. خلال هذه الليلة يسود طقس صافي مع 15 درجة مئوية كحرارة مقاسة، المحسوسة 15 رطوبة مرتفعة، والرياح تكون شمالية غربية معتدلة السرعة. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة للعاصمة عمان أيضا لثلاث أيام القادمة. يوم السبت 27 ل 16 درجة مئوية مع طقس صافي، يوم الأحد ترتفع لتسجل 29 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى 17 درجة مئوية، ويوم الاثنين طقس صافي مع 29 أيضا و 18 درجة مئوية متوقعة كحرارة صغرى. نذهب الآن وإياكم لاستعراض تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة ليوم غد. نبدأ بالمنطقة الشمالية، ارتفاع على درجات الحرارة مقارنة بيوم أمس. المفرق 30 إلى 17، إربد 28 إلى 17، عجلون 26 إلى 15، وجرش 29 إلى 18 درجة مئوية. المنطقة الوسطى الزرقاء 30 إلى 19، البلقاء 27 إلى 16، عمان 27 إلى 16 أيضا، مأدبة 28 إلى 17، والبحر الميت 34 إلى 25 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية الكرك 27 إلى 17 مع طقس صافي، الطفيلة 27 إلى 17 أيضا، معان 33 إلى 20، والشوبك 24 إلى 15، والعقبة 37 إلى 26 درجة مئوية. نختم نشرتنا بالتوقعات الجوية للمنطقة الشرقية. الأزرق 35 إلى 19، الصفاوي 35 إلى 20، ورويشت 36 إلى 20 درجة مئوية. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.